السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى اختي ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده يا ربي. بحال ديما بديت معكم واحد الفيديو ان شاء الله اللي غيكون زوين وغيكون من الفيديوهات اللي كيعجبوكم بزاف، حتى انا كيعجبوني بحال هاد النوع ديال الفيديوهات. واول حاجه قبل نبداو لا فيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفيديو ديال اليوم اختي، اليوم الكفاف المشتريات اختي، شكون فينا ما كيعجبوهاش المشتريات؟ شكون فينا ما كتفرحش هكا مني كتشري حويجات جداد للدار ديالها؟ دار جديده اختي والحويجات جداد والمعينات جداد ان شاء الله يا ربي. فالمهم زوينات ديالي هادشي اللي شريت فعلا انا محتاجه وخاصني، انا غنوريه لكم وانتم راه ما شاء الله راه وليتوا بحال عايشين معايا في داري وكتكونوا عارفين يعني الحاجه الا شريتها واش خاصني ولا غير زدتها. ايوا المهم الزينات ديالي غادي نشارك معكم هادشي اللي شريت، غنحاول ان شاء الله نشاركو معكم بالاثمنه كاع داكشي اللي خديت، غنقول لكم الثمن ديالو الا اللي تفات وصافي. الزوينات ديالي هادشي راه شريتو في الفيديو اللي قبل مني كنت شاركت معكم الخريجه ديالي انا وفاطمة الزهراء، واليوم رجعت عند داك السيد اللي كاين في الواد في شارع الحشرات. ومن هنا كنبغي نقول كل وحده تلاقيت معاها في داك المحل شكرا ليك حبيبه ديالي، وكان لي الشرف انني تلاقيت معكم، وشكرا لثقتكم فيا. فناس اللي جايين مساكن حيت بارطاجينا معاهم يعني داك المحل، تيقولوا لي راه شفنا هاد المحل في قناتك ولا في قناه فاطمه الزهراء صاحبتك داكشي الا جينا، فالله يكبر بكم وثقتكم بالنسبه لنا شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. فتصور واحد الاخت الله الا مسكينه جايه من تمسنا، كنقول لها تحيه لك حبيبه ديالي، وكنتمنى كاع اللي جاوا يكونوا لقاو ان شاء الله داكشي اللي بغاو. كنت مصياهم على واحد القريعه نهار مشينا كنت ما لقيتهمش عندهم، عاد جابوهم اليوم ساعه ملي مشيت اليوم لقيت حويجات اخرين وزدت شي حوايج هادشي اللي عطى الله. ايوا صافي الزوينات ديالي ما نطولش عليكم في مقدمه بزاف، غادي نهبط الكاميرا وغنوريكم داكشي اللي شريت وتانتوما قولوا لي الراي ديالكم فيه. خليكم معايا الزوينات ديالي، كنتمنى ما تنساوش لي لايك في هذا الفيديو هذا، بعض المرات بحال اللي كتنساو لي شويه لي لايك، ما كنبغيش كل فيديو نفكركم فيهم ولكن ماشي مشكل مره نفكركم. يلا الزوينات ديالي اجي نهبطوا الكاميرا. فالمهم غادي نحاول نقص شويه هكا البلاستيكات باش يبان لينا هكا شنو نشارك معاك. فالمهم اول حاجه غنبدا معاكم بها هما هاد المعينات هادو، هانتوما خديت هاد الطويصات هادو كلاص تختي باش نوريكم على خاطري. ها هما كيجيو بحال الوريقات هادو هكا، كنبغيو نحطوهم هكا في الطوبلات ديالنا، كنبغيو نحطو فيهم مكسرات ان شاء الله يا ربي لا طول الله العمر رمضان على الابواب نقدروا نحطو فيهم بريوات شباكيه بزاف ديال الحويجات. هادو خديت منهم 6، ها هما جوج هي هذيك جوج 4 6، هادو خديتهم ب خديتهم ب 15 درهم يعني 300 درهم الوحيده. وانا اللي وريتها لكم غادي نجنبها من هنا باش نمشيو اختي انا وياكم قادين. وخديت هادو حتى هما اللي على شكل وريقه، الصراحه اللي عجبني بزاف الشكل ديالهم، هادو ب 60 درهم خديت جوج. ها هما زوينين عرفتي، راه كيبانوا صغار راه ما شاء الله راه كبارين. شوفوا انا نحط لكم يدي باش يبان لكم يعني المساحه ديالهم، راه ما شاء الله يعني راه المساحه اختي حنا كنعبروا بقعه المهم اللي قلتها قولوا واخا وصافي. هانتوما وخديت هاد العليقات هادو بخمسة دراهم واقيلا، هادو كانت قالت لي فاطمه الزهراء خديهم خدات بحالهم، قالت لي راه كيلصقوا مزيان وقلت نجربهم. خديت واحد الشميعه اختي هي عرفتي ريحتها غزاله، ريحتها ما شاء الله عافيه المهم بلا ما نحلها هاهي شتيوها فن ريحتها يا سلام. هذه واقيلا 20 درهم الا بقيت عاقله مزيان، المهم 20 درهم. وخديت اختي رضاعه الكامل شوف هاد القريعات قال لي خديها لي ماما دايره بحال الرضاعه، ولدي عاد بغى يرجع يرضع. هانتوما اختي هذه ب 13 درهم خلاوها ليا هاهي، والله الا عرفتوا البنات راه كل مره كنشري له قريعه كيديها مره وحده ما كيعاودش يرجعها للمدرسه، كيتلفهم وكيجي. كامل وهذه تاهي عزلها كامل، شوفوا ليا هذه قديداش شافها شاعله وعجباتو هانتوما بلاتي. شوفوا كي تتشعل مارت واش باين فيها الضو ولا لا شتيوها. ايه شافها قال لي ماما عجبتني هذيك خديها ليا، قال لي عجبني داك الهلال. هانتوما اختي الهلال درمادان
اختي تختي واحد الحاجه اللي عجباتني بزاف، واحد لونسومبل اللي بغيت ندير به واحد الحطيطه. قولوا لي نتوما الراي ديالكم كيفاش جات. اول حاجه هو هذا البلاطو، نتوما بالنسبه لهذا البلاطو هذا بلاستيك ماشي جاج، غير هو البلاستيك ديالو زويون. شفتوها البنات نتوما الشكل ديالو كيبان زوين، فيه هكا واحد الطوغي هنايا. المهم كنتمنى التصوير يكون واضح. سمحوا لي نهبط شويه الريدو من الشعر، فيه هبطت هكا شويه الشرجم على وديت الشعر. ها نتوما هنايا كامل ضاير هكا بالطوغي، وليديدات ديالو فيهم هكا داك الطوغي. انا راه ماشي من عشاق هاد اللون البنات، راه ما كيعجبنيش الطوغي بزاف، ولكن مهم بحال هكا يكون داخل خفيف كيجي زوين، ديما كيعجبنيش يكون كثير. اختي بالنسبه للبلاطو 35 درهم، غادي نخرب باش يبانكم مزيان. وخديت هاد الكيسان هادو، تيقولوا لهم واقيلا كيسان ديال تركيا. ها نتوما هادو الباكيه فيها 6، 30 درهم 30 درهم. ها نتوما المهم انا غنقاد معكم الحطه باش تقولوا لي الراي ديالكم كيفاش جات. راه غنشاركها انا وياكم دابا مباشره كيف ما بغيت نحطها. المهم انا هكا تشهيت هاد البلاطو تكون فيه الحطيطه. المهم الكيسان بحال اللي قلتكم الباكيه فيها 6 30 درهم. خديت لهم هاد البريريد، هاد البريريدات اختي اللي راهم طوندونس دايرين الطجه. قلت راه اختي انا نجربهم، نقدروا نديروا فيه هكا لويزا، نقدروا نديروا فيه حتى اتاي. قالوا لي راه كيطيب حتى فوق البوطه. وها هي الحطيطه، يا سلام. شوف اختي الحطه كي جات، الا تاع البنات بان لي بحال الاضاءه شويه مجهده، بانت لي بحال الاضاءه مجهده، وقلت ارانا نقلب الكاميرا باش تبان لكم هاد الحطه اختي، حيت الصراحه عجباتني بزاف وجاتني كيف ما تخيلتها. مني هزيتهم تخيلت ان هاد الحطيطه غتجي هكا، واخا هادي الصراحه ماشي الحطه البلديه ديالنا اللي على حقها وطريقه، ولكن مره كنتشهوا هكا مي عناط روميين، كنتشهوا نحطوا هكا واحد الحطيطه واخا ديال اتاي تكون شويه مختلفه. والمهم قولوا لي رايكم، انا هاد البريريد راه قلت ان شاء الله غنجرب فيه اتاي، دابا نشارك معاكم ان شاء الله كل شيء. المهم البراد 90 درهم، الكيسان 30 درهم، والبلاطو 35 درهم. صافي حليتهم، كنحاول هكا اللي وريتها لكم نجمعها باش ما نترونوش. وخديت هاد الديكور هذا، هانتوما هاد الفاز ولا مهم، هذا راه فاز راه كيدخلوا فيه هنايا الوريضات. شفتيه عجبني الشكل ديالو، باقا ان شاء الله عاد باغا ناخذ لي فوليفغ. بغيت ان شاء الله بالنسبه للسيجور، الطبله اللي كانت عندي في السيجور راه باقي كتسولوني لا راه حيدتها البنات، انا راه حيدتها ان شاء الله باغا نخدم موديل اخر، غنخدمو حتى هو بنفس عند نفس السيد، يعني غنخدمو بالحديد والجاج. غير هو واقيلا هاد المره نقدر ندخل فيها حتى الرخامه، نديرهم غير دايرين عادي نسامبل باش يجيوني عمليين كثر، حيت هذيك اللي كانت عندي كانت وحده كتسد فوق وحده، بحال هذوك الفوقانيين شويه ماشي عمليين بزاف، وخا صراحه هي كانت نافعاني، غير بغيت نبدل الشكل وصافي. هانتوما وخديت هادو. المهم راه كل مره ناخذ لها هكا تنحاول تنجيبها ان شاء الله، راه قريبا نجيبها، راه خدام ليا في هذاك السيد اللي كنخدم ليه الطبله ديالي حاتم، راه خدام ليا فيها، نجيبها ان شاء الله ونحطوا لها ديكورات ونشاركها معكم. هاد الفاز هذا خديته ب لا هاد الديكور ولا المهم خديته ب 60 درهم. وخديت هاد الطبيصيل هذا، هي طبيصيل بيض عادي، بعض المرات كنصاوب هكا الكيك طويل. الطبيصلات اللي كانوا عندي فحال هادو كانوا عندي جوج، والله الا تهرسوا ليا وبقيت بلاش. تنبغي نحط هكا كيك الشكل ديالو طويل، ما كنلقى فاش نحطه. هذا خديته ب 18 درهم 360. وها هما اللي مشيت على ودهم اختي اليوم، تصدقت زيد هذوك الطباصال والبراد والبلاطو وداكشي كامل، يلاه زدت اليوم. مشيت اختي خديت هاد القريعات المعفرين، عارفين داك المعفر هما هادو. شوف اختي هزين عليا نيفهم هانتوما. صراحة هاد القريعات شفتهم عند بزاف ديال الناس وعجبوني، عجبني الشكل ديالهم، وقلت علاش لا اختي ما ناخذهمش. واخا انا ديما تنقول لكم ما كيعجبنيش داكشي اللي كيكون كثير ومطوي، ولكن هادو عجبوني قلت حتى انا ناخذهم. هانتوما خديت جويجات، راه كاين الحجم الكبير ديالهم داير 70 درهم، وهذا راه الحجم الصغير داير 60 درهم، راه ماشي صغيورين، هذا راه واقيلا كيهز نص سيترو.
كيزوق الى نص سيترو. المهم هادو خديتهم ب 60 درهم الوحيده. هادو انا خديتهم ان شاء الله باغا نصاوب واحد الكوان في الكوزينه، دابا نشارك معكم. خديت لهم هادي حتى هي خديتها على قبلهم، ها هي هاد القريعه هادي، هادي راه ديال الملحه. هادو راه كيكونوا ديال العطريه كامله، كل وحده كتكون مكتوبه هنا ديالاش. الا بغيتو تاخذوهم يعني هكا مجموعه ديروا فيهم العطريه، راه دايرين 15 درهم الوحيده اللي بالمعلقه ديالهم، راه كنت وريتهم لكم في الجوله اللي قبل. واللي ما عندهمش المعلقات دايرين 13 درهم. انا خديت هذه بالمعلقه ديالها، قلت غادي تجيني مع هادو هكا في الحبه اللي بغيت ندير لهم. خديت هاد الشبيكه حتى هي راه من عند نفس المحل، شي كتبان بحال وحده وسط وحده. انا خديت الحجم الصغير، راهي صغيره، راهي التصوير ما كيبينش الحجم ديال الحاجه. هذه انا خديتها تشهيت اختي نحط فيها البيض، عجبتني الحطه ديال البيض، تجي محطوطه فوق البلون طرافاي. كاين اللي يقدر يديرها للديسير، ولا نقدروا نديروها للخبز، في الخبز كتجي حسن كاع. هذه كاين الحجم الكبير ما عرفتش واقيلا 50 درهم. المهم انا هذه اللي خديت الحجم الصغير راه خديتها ب 40 درهم. وخديت هاد لونسومبل هذا ديال الحمام، ها هو انا راه خديته في الابيض، غير الصغيره هنايا كحل. هادو البنات فعلا حتى هما خاصيني للحمام اللي كانوا عندي قبل، صافي تكرفصوا ملي كنت كنصلاح وهذا، صافي حيدتهم وخديت هادو عجبني. سمحوا لي البنات وقف لي التصوير. المهم بحال اللي قلت لكم خديت هاد المجموعه هادي ديال التواليت اعزكم الله. فالمهم ها نتوما نركبها انا وياكم، نيت فيها شيتا اعزكم الله ديال الكرسي ديال الحمام. نركبها، تركبها هكا هيا. هادي هي بلايصتها نتوما. كاين هاد البلاطو هذا اللي كيجيو محطوطين فيه هادو الكويس معاهم، وكاينه هادي ديال الصابونه، السطل ديال هكا ديال البوبيل اعزكم الله ديال الحمام. هانتوما هي شفتيوها. بالنسبه لهادي راه كاين الشكل اللي هو عادي داير 150 درهم. هادي الا لاحظتوا كتبان بحال 3D، كيكون فيها مهمة التموجات كيسميوهم 3D. دايره نقول لكم هادي مهم بقيت غلطه في واحد 10 درهم، ما عرفتش واش 170 ولا 180، المهم ما عقلتش مزيان. صافي نحيدهم حتى هما باش نكمل معاكم. وهادو خديتهم المره اللي فاتت، يعني ملي خرجت انا وفاطمه الزهراء، هادو خديتهم من عند اوسكار ديكو اللي كاين في شارع الجبرة معروف، ملما عند تما اوسكار ديكو اللي مقابل مع سوق الصالحين. خديت من عنده هاد الرشاشه، واخا لقيتهم اليوم جايبينهم النيت في داك المحل اللي في شارع الحشرات، واقيلا 25 درهم. هادي الزياته خديتها على حساب القلايه مع كانت تهرسات ليا اللي كانت عندي. وخديت من عنده هاد لي بلاطو، شوف والله الا البلاطو مجرح ماشي مشكل. المهم هادو جوج ديال لي بلاطو، هذا كبيبر شويه وهذا الصغير، دايرين بسم الله الا كلهم جرح. هادو خديتهم ب 150 درهم. انا هادو ما بغيتهمش هكا، يعني الحطه ديال الطابله ولا هذا، واخا يعني بعض المرات نقدروا نحطوا فيهم هكا حليوات ولا هذا، انا بغيت نصاوب بهم واحد الكوان ان شاء الله فوق البلون طرافاي. دابا نشاركوا معكم مني نقاد. صافي قلت لكم الثمن 150 درهم. نحيد انت هما شنو كان كاتنا غير هادو، غنحيد اختي هاد الميكافات تقاقيب بزاف. وخديت هاد الطابيات، هادو الطابيات ديال التواليت اعزكم الله. عرفتوا البنات ما نقول لكم شحال كانوا عاجبيني، كنت هكا كنشوفهم في لي باج انستغرام، كنشوفهم في تيك توك، الصراحه عجبوني بزاف، يعني حيت بزاف كثارين دوك اللي بحال مرخمين. ومني شفتهم عند هاد السيد هذا، راه شاركت معكم في الفيديو اللي قبل، في الاخر ديال الفيديو شاركت معكم واحد اللقطات من المحل ديالو. هو راه نيت جا ملاصق مع اوسكار ديكو، مقابل مع سوق الصالحين، عنده باج انستغرام اللي سميتها اسباس تورك، خليت لكم فيها النيت، راه في داك السكرين اللي خليت لكم راه كاين حتى رقم التليفون ديالو.
ها نتوما فيها 3 بياس، فيها هذه اللي كتجي فوق فوق الغطاء ديال الكرسي ديال الحمام اعزكم الله، والطابيه النيت اللي كتجي دايره بالكرسي، وكاينه الطابيه الكبيره اللي كتجي تحت لافابو. المهم غير الثمن راه والله البنات بقيت تالفه في هاد الطابيات، ما عقلتش واش حسبهم ليا ب 150 ولا 130 درهم. المهم ما بين هادي وهادي، بطبيعه الحال الا مشيتو تلقاو الحاجه راه كتشاطروا على راسكم، كل واحد راه بطبيعه الحال هو اختي وشطارتو. صافي، وخديت لهم هاد الفيطه، هادي الفيطه الصراحه فاطمه الزهراء اللي عدلاتها لي، شافت فيها هاد اللوينات بحال الطابيات وقالت لي دي معاها مسعود هاد الفيطه، الفيطه راه ب 25 درهم. ايوا هاد الشيء اللي كاين. المهم هادو هما المشتريات اللي خديت، وكانوا هادو هما المشتريات ديالي دي اليوم. كنتمنى حتى نتوما تقولوا لي الراي ديالكم فيهم، كي جاكم هاد الشيء اللي شريت قولوا لي هكا اللي عندها معلومات ولا فايت لها تقضات شي حاجه بحال هاد الشيء تقول لينا حتى هي الثمن، قولوا لي شنو الحاجه اللي خديت الثمن ديالها مناسب، شنو الحاجه اللي غليت فيها، باش هكا كنتقاسموا الافكار مع بعضياتنا وصافي. ايوا صافي الزبينات ديالي، هنايا غنختم معاكم لا فيديو. الصراحه كنت غنوض اصلا باغا نوجد هكا شي حاجه لكوتي انا وليداتي، وكنت باغا نزيد نصور معاكم، ولكن مني جيت كنقاد الفيديو بان ليا الفيديو راه جا يعني هو هذاك الفيديو، ما بغيتش نزيد نطاول اكثر من هكا، وقلت صافي نخلي هذا الفيديو هذا خاص غير بالمشتريات والاثمنه ديالهم. المهم هنا غنسد معاكم لا فيديو، غنقول لكم بالسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد وافكار جديده ان شاء الله يا ربي.